وعندما يوردون مثلا لأمجاد الإسلام يقولون بأن هارون الملقب بالرشيد خاطب الصحابة وقال ها أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، قال هذا أعظم مجد الإسلام وأعظم قوة الإسلام. طيب أن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه إيجابيا، هذا الهم كل الهم في البداية، في بداية الأموال من أي وجه أتت، كيفما جاءت فسيأتيني خراجك، يعني الهم كل الهم إنما هو في الأموال. قالوا هذا هو مثل أعلى، يعني هارون لما خاطب الصحابة بهذا ضياع شرود العقول. أنا بنفسي حضرت ذهبت إلى العراق في أواخر أيام صدام حسين، وما في أواخر أيام لا في أيام ما كان كما قالوا انتصر على الحرب على الايرانيين في الحرب او هكذا او افتك من الحرب مع الايرانيين، لما واخذونا الى سمره، ووجدنا في سمره من جمله وجدنا اثار العباسيين التي اكتشفوها من خلال الحفريات، ومن جمله ما اكتشفوه يعني بركة سباحة أكبر هي من قريبة مثل هذه القاعة مثل هذا المجلس، بركة سباحة وهي عميقة جدا يعني عمق عظيم. هذه البركة تحتها مواقد من نار، هذه المواقد توقد فيها النار لأجل أن تدفأ المياه التي فيها في وقت، وتسبح هناك الجواري. وكان أحد العلماء الحاضرين يعني أعجب بهذا إعجاب عظيم وقال ما هذا المجد العظيم للإسلام، قال سبحان الله مجد الإسلام في برج السباحة التي تسبح فيها الجواري. فعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام مجدا للإسلام لأن ما عمل مثل هذه البركة، بركة السباحة، ولا أبو بكر ولا عمر بل ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أولئك الذين كانوا في الرعي الأول، ما أقام أحد من البركة، إنما هذه يعني هذه مناقضة تماما. ما فكر بأن مجد الإسلام عندما كان عمر عندما كان يلبس مرقعة عندما كان عمر يلبس مرقعة ويأوي إلى كوفة ومع ذلك تهتز أرجاء الأرض من هيبته، يعني من هيبة الحق. كسرى على عرشه يحس بالرجفة في تبلف الأرض من تحته، قيصر يحس بأن الأرض ترجف من تحته، هذه هي أمجاد الإسلام. ليست أمجاد الإسلام في بركة السباحة التي ترقص فيها أو تسبح فيها الجواري،